أعزائي أهلا بيكو مع تاير دار ورحلة الميت سؤال الهامة امتحان الثانوية العامة مادة الفيزياء 2013. أسئلة علل التوصيلية الكهربية لمادة خاصية فيزيائية لها. بصورة أخرى التوصيلية الكهربية لمادة صفة مميزة لهذه المادة، لأن التوصيلية الكهربية تختلف باختلاف نوع المادة ودرجة الحرارة، ولا تعتمد على المساحة أو الطول وفقا للعلاقة سيجما بتساوي L على RA، وزيها لو قال لي مين علل له المقاومة أنها عاصفة مميزة. يبقى لأنها لا تختلف للمادة الواحدة عند درجة الحرارة معينة، كما أنها لا تتغير بتغير الطول أو المساحة حسب العلاقة سيجما L على RA. طب علل في الدوائر الكهربية المتصلة على التوازي تستخدم أسلاك سميكة عند طرفي مين؟ عند طرفي البطارية، بينما تستخدم أسلاك أقل سمكا عند طرفي كل مقاومة. طبعا أنت عارف التوصيل على التوازي المقاومة الكلية تكون صغيرة والتيار الكلي يكون كبير، فعند الأسلاك القريبة من المصدر من البطارية يجب أن تكون سميكة حتى تكون مقاومتها صغيرة ولا تتعرض للانصهار نتيجة مرور التيار العالي. لكن بقى في حالة مين؟ بالقرب من المقاومات بيتجزأ التيار. يبقى عند مدخل مخرج التيار عند قطبي البطارية تكون شدة التيار أكبر ما يمكن في دائرة التوازي، لذا تستخدم أسلاك سميكة حتى تكون مقاومتها صغيرة فلا تؤثر في شدة التيار ولا تتعرض للانصهار. عند مرور التيار في كل مقاومة تقل شدة التيار فيها لأنه يتجزأ، يبقى خلاص انت بقى ايه التيار قل مفيش مشاكل ان تبقى السمكة أقل. طبعا في علاقة بين التيار وبين المقاومة وعلاقة عكسية. طب علم لما يأتي تزداد كفاءة البطارية كلما قلت مقاومتها الداخلية. خلي بالك العلاقة دي مهمة جدا والسؤال ده مهم. في فرق الجهد بيساوي في بي ناقص اي ار. لما المقاومة الداخلية تقل المقدار اي ار سمول يقل، وهو يمثل الشغل الداخلي. لما الشغل مبذول داخل عمود يقل الشغل الخارجي هيزيد، ففرق الجهد يزيد وبالتالي بقى الكفاءة بتاعتها ايه تزيد. يبقى الاجابة كلما قلت المقاومة الداخلية ار سمول قل المقدار اي ار سمول، وهو مقدار الشغل الذي تبذله البطارية لمرور الشحنات داخلها، ولذلك يقل الشغل المفقود من البطارية عند التشغيل. طبعا هيزيد الجهد الخارجي فتزيد كفاءة البطارية، والكفاءة فرق الجهد على القوة الدفع الكهربية في 100. طبعا تزداد كثافة الفيض عند محور ملف حلزوني بوضع ساق من الحديد، عشان معامل نفاذات الحديد أكبر من معامل نفاذات الهواء، علاوة على تمغنط القلب المعدني نفسه نتيجة مرور تيار في الملف فتزيد كثافة الفيض. يبقى لأن معامل نفاذات الحديد أكبر من معامل نفاذات الهواء، علاوة على تمغنط القلب المعدني نفسه، وده هيزود كثافة الفيض. طبعا تتولد قوة دفعة قوة تؤثر على سلك يمر به تيار كهربي عند وضعه عموديا على مجال مغناطيسي منتظم تعمل على تحريكه. مهم قوي، هيبقى على احد الجوانب مجال السلك في نفس اتجاه مجال المغناطيس. على احد الجوانب مجال السلك يكون في نفس اتجاه مجال المغناطيس، فتزيد محصلة كثافة الفيض المغناطيسي في هذا الجانب، تتزاحم الخطوط تزداد قوة التنافر. على الجانب الاخر هيبقى مجال السلك معاكس في الاتجاه لمجال المغناطيس، وبالتالي تقل محصلة كثافة الفيض وتتباعد الخطوط وتقل قوة التنافر، بالتالي يتحرك السلك من قوة التنافر الأكبر إلى قوة التنافر الأقل. يوجد على جانبي السلك مجالان، مجال المغناطيس المنتظم والمجال الناشئ عن مرور التيار في السلك. في أحد جانبي السلك يكون المجالان في اتجاه واحد، فتكون كثافة الفيض المغناطيسي الكل في هذا الجزء كبيرة، وتكون قوة التنافر بين الخطوط كبيرة. في الجانب الآخر هيبقى المجالين متضادين، وتكون كثافة الفيض في هذا الاتجاه أو في هذا الجانب قليلة، وتكون قوة التنافر بين الخطوط صغيرة، بتعمل محصلة قوة التنافر على تحريك السلك في الاتجاه من القوة الأكبر للقوة الأقل. والسؤال ده مهم. طبعا يتناقص عزم الازدواج المؤثر في ملف مستطيل يمر به تيار كهربي معلق بين قطبي مغناطيس أثناء دورانه ابتداء من الموضع الذي يكون فيه مستواه موازي المجال المغناطيسي.
طبعا لما يكون مستواه موازي المجال المغناطيسي بيبقى عزم الازدواج ان هي عظمه، يكون البعد العمودي ان هي عظمه، مع بقى دوران الملف اكيد هيقل البعد العمودي وبالتالي يقل عزم ايه الازدواج حتى ينعدم، لكن يكمل دوران طبعا بعد كده بالقصور الذاتي. هتقول عندما يكون مستوى الملف موازي للمجال يكون الزاويه بين عزم سنان القطب والمجال 90 وسنان 90 واحد، يكون عزم الازدواج المؤثر على الملف اكبر ما يمكن يساوي باي اي ان او ام دي متجه. عندما يدور الملف ابتداء من هذا الوضع تقل الزاويه بين عزم سنان القطب والمجال فتقل ساين سيتا ويتناقص العزم تدريجيا حتى يصبح مستوى الملف عمودي على المجال. يبقى ساعتها عزم سنان القطب منطبق على المجال يبقى الزاويه صفر، يبقى العزم صفر. علل. يكون القطبان المغناطيسيان الدائمان مقعرين في الجلفانوميتر ذو الملف المتحرك كما يلف الملف حول اسطوانه من الحديد المطاوع. طبعا قطبي المغناطيس تجميع وتركيز المجال وجعله على هيئه انصاف اقطار. وجود الاسطوانه يعمل على تجميع وتركيز وجعل المجال قطر الشكل منطبق على مستوى الملف يتأثر بعزم ازدواج كبير، كما تجعل كثافة الفيض ثابتة بالتالي تتناسب شدة التيار تناسب طرد مع زاوية الانحراف ويكون التدريج منتظم، حتى تكون خطوط الفيض المغناطيسية بين القطبين على أنصاف أقطار للأسطوانة الحديدية، وبذلك يصبح مستوى الملف في أي موضع موازيا لخطوط الفيض المغناطيسي. تكون كثافة المغناطيس ثابتة في الحيز الذي يتحرك فيه الملف فينحرف المؤشر بانتظام انحرافا يتناسب مع شدة التيار، وده برضك سؤال مهم جدا. او بصورة اخرى ما وظيفة اسطوانة الحديد المطاوع؟ وقلناها مرتين، ارجع للحلقة اللي فاتت قلناها مرتين. طب علل. يوصل بالملف في الفولتميتر مقاومة كبيرة على التوالي، اكيد اكيد عشان يزود المقاومة وعشان يحمي الملف من الايه انصهار وعشان يخليه يقيس قراءة دقيقة. حماية ملف الجلفانومتر من الانصهار بأخذ الجزء الأعظم من التيار والجزء الأعظم من الجهد وقدره في إن، ترك الجزء الأضعف وقدره في جي يتحمل الملف دون أن ينصهر. الأهم جعل المقاومة الكلية للفولتميتر ككل كبيرة جدا، وهذا أمر مطلوب علشان كلما كبرت مقاومة الفولتميتر قلت شدة التيار المسحوب وتزيد قراءته وتقترب من القيمة الصحيحة لها، ومن ثم الثالثة قياس تيارات فروق جهد عالية الشدة، قياس فروق جهد عالية الشدة. لما بوصل مقاومة كبيرة يبقى أنا بحول الجلفانوميتر إلى فولتميتر. طيب علل. ليه يوصل الملف في الأوميتر بمقاومة عيارية وريوستات وعمود كهربي؟ عمود كهربي جاف عشان يجعل فرق الجهد ثابت ومعلوم فيمكن استخدام التيار في قياس قيمة المقاومة. المقاومة العيارية ومين الريوستات؟ عشان اضبط مؤشر الامبيرات عند صفر الأومات ونهاية الامبيرات قبل توصيل المقاومة المكهولة. فعند توصيل المقاومة المكهولة المقاومة الكلية بتزيد والتيار بيقل انحرافه وينحرف المؤشر من دقة ار بطريقة مباشرة. هنا اللي جعل شدة التيار المر في الجهاز هي اقصى قيمة لها، اقصى قيمة يتحمله الملف عندما تكون المقاومة المكهولة صفر، وعند إذن ينحرف المؤشر إلى نهاية تدريج الأمبيرات الذي يعبر عن صفر الأومات. بعد ما وصل المقاومة المكهولة المقاومة الكلية بتزيد الانحراف بيقل يدق مت آر بطريقة مباشرة. طيب علل. يكون تدريج الأوميتر غير منتظم أي أقسامه غير متساوية. أكيد انت عارف ان اي جي اي ماكس اقصى تيار، اي هي عظمة، في بي على ار جي زائد ار سي زائد ار اكس زائد ار سمول ان وجدت، يعني في علاقة عكسية بين التيار والمقاومة الكلية بما في ذلك المقاومة المكهولة. هتقول لان اي جي في بي على ار جي زائد ار اس زائد ار اكس، هي مش في زائد ار جي زائد ار جي زائد ار سي زائد ار اكس، ولما كانت في بي ثابتة يبقى شدة التيار تتناسب تناسبا عكسيا مع المقاومة الكلية لدائرة الأوميتر وليس مع المقاومة المقولة فقط، لذلك تكون الأقسام التدريج غير متساوية. خلي بالك هذه بقى العلاقة اي جي في بي على ار جي زائد ما هيش فيه زائد ار اس زائد ار اكس،
ده خطأ في مين؟ ايه الكتابة فقط. طيب يقول لك هنا بقى علل، اذا قطع سلك فيضا مغناطيسيا تولد بين طرفي السلك قوة دفع كهربية مستحسة. طبعا دي مهمة جدا، عشان المجال المغناطيسي المتغير بيغير من سرعة الكترونات الموصل، فتهاجر من سرعة اكبر لسرعة اقل ويحدث فرق في الجهد، يعني قوة دفع مستحسة، ويمر تيار. هتقول لان الفيض المغناطيسي يؤثر على الالكترونات الحرة لذرات السلك، فتندفع من احد طرفي السلك ويصبح موجب الجهد، الى الطرف الاخر يصبح سالب الجهد، فينشأ بين طرفي السلك فرق في الجهد او قوة دفع كهربية مستحسة، ويمر تيار مستحسة. طيب علل القوة الدفع المستحسة في ملف الدينامو تكون نهاية عظمى عندما يكون مستوى الملف موازيا للمجال المغناطيسي. طبعا عشان عندما يكون مستوى الملف موازي للمجال المغناطيسي يكون اتجاه سرعة الدوران عمودة على المجال، اي تكون اتجاه حركة الاضلاع الطويلة اللي هي موازية المحور اللي هي عمودية على المجال، اتجاه الحركة راح يكون عمودي على المجال، يكون معدل قطع الفيض نهاية عظمى، فتبقى قاف دال كاف المستحسة نهاية عظمى ان بي اي اوميجا، اوميجا بتساوي 2 باي اف، واف بتساوي التردد باي 22 على 7، لان نكون في اصلا ساين سيتا، ولما يكون اتجاه السرعة عمودي على المجال يبقى 6 بتساوي كام؟ 90. هقول في هذا الوضع يكون اتجاه حركة كل جانب من الملف عمودية على خطوط الفيض المغناطيسي فيقطعها، وتكون الزاوية بين اتجاه السرعة واتجاه المجال 90 وساين 90 بواحد، فيبقى اي ام في ماكسيمم ان بي اي اوميجا طبعا في كام؟ في ساين 90، مش كده ولا ايه؟ بالتالي هتبقى نهايه عظمى اي ان بي اي اوميجا، اوميجا بتساوي 2 باي اف، وباي ب 22 على 7، اف اللي هو التردد. علل يلف ملف المقاومات القياسية لفا مزدوجا او بصيغة اخرى ليس هناك تأثير الحس الذاتي للملف اذا كانت اسلاكه من لفا مزدوجا، عشان بيلاشي مجال وجه كل لفة مجال الوجه الاخر، وبعدين ينعدم معدل قطع الفيض، وبالتالي ينعدم الحس الذاتي، بستفيد من ذلك في عمل المقاومات القياسية اللي هي العديمة الحس الذاتي، حتى يكون اتجاه التيار في احد فرعي الملف عكس اتجاهه في الفرع الاخر، فيتساوى المجالان المغناطيسيان ويتضادان ويعادل كل منهما الاخر، فينعدم الحس الذاتي في الملف وتصبح المقاومه عديمه الحس الذاتي، اسمها الملفات القياسيه. طب علل ليه يصنع القلب الحديدي في المحول على شكل شرائح او سقان رفيعه معزوله عن بعضها عزلا تاما؟ اكيد عشان نحد من التيارات الدواميه، وذلك لكي تكون مقاومتها كبيره فتقل شده التيارات الدواميه، كما ان الماده العازله بين السقان تعمل على اضعاف التيار الدوامي، وطبعا تضعف الاثر الحراري، فتقل الطاقه المفقوده في صوره طاقه حراريه، فيمكن رفع كفاءه المحول. طيب علل عند فتح دائرة مغناطيس كهربي قد تحدث شرارة كهربية عند موضع قطع الدائرة، تمام عشان لحظة الفتح بيقل معدل قطع الفيض، بيتولد قاف دال كاف مستحسة طردية حسب قاعدة لينز تعاكس السبب المؤدي إلى حدوثها، يعني تعاكس هبوط التيار فتكون في اتجاه قاف دال كاف الأصلي، بلحظة الفتح بيهبط التيار الأصلي بيقل معدل قطع الفيض، بيتولد قاف دال كاف مستحسة طردية ينشأ عنها تيار مستحس طردي حسب قاعدة لينز يعاكس السبب المؤدي لحدوثه، يعني يعاكس هبوط التيار فيكون في اتجاه قاف دال كاف الأصلي، حسب قانون فاراداي تتناسب تناسبا طرديا مع المعدل الزمني للتغير في قطع الفيض وعدد اللفات، وعندما يكون عدد اللفات كبير جدا يبقى قاف دال كاف المستحسة الطردية كبيرة جدا، ينشأ عنها تيار مستحس طرد كبير تتراكم شحناته، شحناته دي يحصل لها ايه بقى؟ تتغلب على مقاومه الهواء فتأين الهواء، تحاول العبور تخليه يعمل شراره كهربيه. قول بقى كده، هتقول لانه عند قطع الدائره يتناقص الفيض المغناطيسي بسرعه فيتولد في ملف المغناطيس بالحاس الذاتي مستحسه طرديه تتغلب على مقاومه الهواء
عند موضع القطع فتمر شرارة كهربية بينهما. تسمع ده وتقرأ ده تفهم كويس جدا. علل: لا يعمل المحول بالتيار المستمر. أكيد، لأن أساس عمل المحول هو الحس المتبادل بالملفين، أي يلزمه مجال مغناطيسي متغير والتيار المستمر مجاله ثابت. هتقول لأن أساس عمل المحول يعتمد على الحس المتبادل بالملفين، وذلك يلزمه مجال مغناطيسي متغير والتيار المستمر يولد مجال مغناطيسي ثابت الشدة والاتجاه، وبالتالي لا يعمل المحول على تيار مستمر. خلي بالك، لا يعمل الجالفانومتر على تيار متردد. العكس بقى، لأن أساس عمل الجالفانومتر يعتمد على ثبوت المجال المغناطيسي والتيار المتردد مجاله ثابت، وآسف، والتيار المتردد مجاله المغناطيسي متغير، علاوة على بسبب القصور الذاتي للملف لا يستطيع مؤشره ملاحقة التغيرات السريعة في التيار المتردد. طب علل: في المحول الكهربي يكاد ينعد مرور التيار الأصلي في الملف في الابتداء رغم اتصاله بمصدر التيار، وذلك عندما تكون دائرة الملف في الثانوية مفتوحة. عشان لما تبقى دائرة الملف في الثانوية مفتوحة هيتراكم المجال المغناطيسي في حتة في الملف في الابتدائي، ويتولد بالحس الذاتي قاف دال كاف ذاتية عكسية مساوية في المقدار لقاف دال كاف الأصلية تقريبا مضادها في الاتجاه، تمنع مرور التيار ولا يحدث استهلاك يذكر في الطاقة. ده بسبب تراكم المجال المغناطيسي تتولد اي ام اف عكسية بالحس الذاتي في الملف في الابتدائي، تكاد تكون مساوية للأصلية مضادة لقوى الدفعة للمصدر، فينعدم تقريبا التيار في الملف في الابتدائي ولا يحدث استهلاك يذكر في الطاقة. طب علل: يستخدم محول رافع لنقل الطاقة الكهربية من محطة التوليد إلى أماكن الاستهلاك، أي المحول الرافع الجهد خافض لشدة التيار. هتقول: عند محطات التوليد أحط محول رافع للجهد خافض للتيار كي تقل الطاقة المفقودة خلال أسلاك النقل، لأن كمية الطاقة الحرارية المفقودة ترضى مع مربع شدة التيار، فخفض التيار لواحد من 100 أمبير يخفض الطاقة إلى 1/10000 جول. علاوة على أستخدم أسلاك رفيعة ذات مقاومة عالية تبقى رخصة مين؟ التكاليف. هنقول: لأن المحول الرافع يرفع القوى الدفع الكهربية المترددة المتولدة بمقدار كبير، فتقل شدة التيار المر في الكابلات تصبح صغيرة جدا، ويكون مقدار الطاقة المفقودة في الأسلاك صغير جدا، حيث أن كمية الحرارة ترضى مع مربع شدة التيار، فخفض التيار إلى 1/100 أمبير يخفض الطاقة إلى 1/10000 جول. قلنا علاوة على استخدام أسلاك رفيعة ذات مقاومة عالية رخيصة التكاليف. طيب علل: يستخدم التصوير الحراري في مجال اكتشاف الأدلة الجنائية. ده انت دخلت بقى على الفصل الـ12. انتوا عارفين طبعا ظاهرة الاستشعار عن البعد، ان كل الكائنات الحية الانسان له اشعاع حراري، والاشعاع بيستمر فترة في المكان حتى بعد انصراف الفرد. هتقول: وجد ان الاشعاع الحراري لشخص يبقى فترة بعد انصرافه من المكان، فيمكن طبعا استكشاف، يمكن استشعار الاشعار اللي كده الاشعاع الحراري، فيدل ان كنت انا موجود في المكان ده. يعني المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي ده في اشعاع حراري صادر مني بيمتصه، كل حاجه هنا بتمتص الاشعاع اللي صادر مني. بعد ما امشي انت ممكن تيجي تستدل ان انا كنت موجود ولا ما كنتش موجود. دي وفقا لظاهره الاستشعار عن البعد. علل: ليه تزاح قمة شدة الإشعاع نحو الطول الموجي الأقل بارتفاع درجة الحرارة؟ لأنه وفقا لقانون فين، شدة الطول الموجي عند النهاية العظمى لشدة الإشعاع يتناسب تناسبا عكسيا مع درجة الحرارة. هتقول: وذلك لأن الطول الموجي الذي تصاحبه أقصى شدة إشعاع لامدا ماكسيمم يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة حسب قانون فين. طب علل: جميلة، لم تستطع الفيزياء الكلاسيكية تفسير منحنيات بلانك للإشعاع، ما قدرتش تفسر العلاقة بين الشدة والطول الموجي. صدقني سهلة قوي، سهلة، اسمعها كويس، ادي نفسك فرصة تسمع اللي أنا بقوله.
لأن الفيزياء الكلاسيكية تنظر للإشعاع كأنه موجة كهرومغناطيسية فيها الشدة تتناسب تناسبا طرديا مع التردد. يبقى الفيزياء الكلاسيكية بتنظر للإشعاع كأنه موجة كهرومغناطيسية فيها الشدة تتناسب تناسبا طرديا مع التردد، ويعني ذلك أن الإشعاع ليس له نهاية عظمى، صح؟ لكن هذا يخالف الواقع، لأن في منحنى بلانك للإشعاع توجد نهاية عظمى لكل شدة إشعاع لكل درجة حرارة، ثم يحدث هبوط في المنحنى بعد وصول نهاية عظمى بزيادة التردد. خلي بالك، هتقول لأن الفيزياء الكلاسيكية تعتبر الإشعاع موجات كهرومغناطيسية لذا فيها أن الشدة تزداد بزيادة التردد. وجد من منحنيات بلانك أن الشدة تقل مع الترددات العالية، يعني الأطوال الموجية القصيرة جدا، مش كده؟ حيث أن الفيزياء الكلاسيكية، خلي بالك هنا برضك علل، لم تستطع الفيزياء الكلاسيكية تفسير ظاهرة التأثير الكهروضوء لنفس المشكلة، لأن حبيت أخليهم مرة بعض، لأن الفيزياء الكلاسيكية تنظر للضوء على أنه موجات، لذا فإن شدة التيار، خلي بالك ماشي، والطاقة الايه حركية وسرعة الإلكترونات تزداد بزيادة شدة الضوء وليس بتردده. الفيزياء الكلاسيكية قالت ان الانبعاث بيعتمد على الشدة. الفيزياء الكلاسيكية تنظر للضوء على انه موجات، لذا فإن شدة التيار والطاقة الحركية وسرعة الإلكترونات المتحررة تزداد بزيادة شدة الضوء وليس تردده، ماشي. ولكن وجد أن كل ما سبق يتوقف على تردد الضوء الساقط بشرط أن يكون أعلى من التردد الحرج للمعدن. وجد أيضا أن انطلاق الإلكترونات بالضوء يحدث لحظيا وليس هناك فترة انتظار، بس بشرط نيو تبقى أكبر من نيو سي. خلي بالكم ماذا يحدث لو سقط فوتون تردده أقل من التردد الحرج، لا تنبعث على الإطلاق حتى مع زيادة فترة التعرض. الانبعاث ملوش علاقة بالشدة، ملوش علاقة بزمن التعرض، لكن لو سقط فوتون تردده أكبر من الحرج حتى لو شدته ضعيفة انبعثت الإلكترونات في التو واللحظة دون انتظار، وبالتالي كان تفسير الفيزياء الكلاسيكية خطأ، أنها رجعت زيادة السرعة ورجعت يعني زادت الطاقة ورجعت زادت شدة التيار كله لزادت مين بقى؟ شدة الضوء، وهذا خطأ. لكن اوعى تنسى ان لو التردد كان اكبر من التردد الحرج وزودنا شدة الضوء الساقط هنزود شدة التيار الكهروضوئي. طيب علل ظاهرة اشعاع الجسم الاسود تثبت الخاصية الجسامية للضوء. السؤال ده مهم قوي. ظاهرة اشعاع الجسم الاسود تثبت الخاصية الجسامية للضوء، نركز بقى سوا كده. لأن الضوء يتكون من دفعات، يتكون من كمات، يتكون من تدفقات من الطاقة تسمى الفوتونات. يبقى الضوء بيتكون من كم هائل من الفوتون، الضوء كمات محددة من الطاقة تسمى الفوتونات. خلي بالك يعني كميات من ايه؟ الضوء. وتزداد هذه الطاقة كلما زاد تردد الضوء حسب فروض بلانك. ولأن هذه الفوتونات لكل منها كتلة أثناء الحركة قدرها اتش نيو على سي تربيع ولها كمية تحرك اتش نيو على سي، يبقى الضوء له طبيعة من بقى جسيمية. ليه ظاهرة إشعاع الجسم الأسود تثبت الخاصية الجسيمية للضوء؟ لأن الضوء بيتكون من فوتونات، وكل فوتون له كتلة وله كمية تحرك، وكمية تحرك كمية جسيمية، إذن الضوء للطبيعة جسيمية. طب علل ظاهرة كومتون قصدنا برده بعدها تثبت الصفات الجسيمية للفوتونات. كون بقى الإجابة. كومتون عملية، لو سقط خلي بالك كومتون عمل حاجة حلوة قوي، سقط فوتون
من فوتونات اشعه جاما او اشعه اكس. اشمعنى جاما او اكس؟ طول موجه صغير يبقى طاقه عاليه على الكترون. ايه بقى اللي حصل على مين؟ الكترون حر. ايه اللي يحصل؟ الفوتون يتشتت وتقل طاقته وتقل كمية تحركه ويزيد طول الموج أن ينتج فوتون جديد. لكن الإلكترون اتشتت، كمية تحركه زادت، يعني سرعته زادت وغير اتجاهه وفقا لقانون بقاء كمية الحركة. المفروض مجموع طاقتي الحركة ثابتة، مجموع كميتي الحركة ثابتين، لكن اكتساب الإلكترون لكمية تحرك معناها مين بقى؟ فقد الفوتون لكمية تحرك. وكمية تحرك كمية جسيمية، إذا الفوتون له طبيعة جسيمية. فأنت قلت تلاحظ كومتون عند سقوط فوتون من فوتونات أشعة جاما وأشعة إكس وهي ذات طاقة كبيرة وتردد عالي على إلكترون حر، نقص تردد الفوتون وتغير اتجاهه. أيضا زيادة سرعة الإلكترون وتغير اتجاهه، كما لاحظ أن كمية الحركة وكذلك طاقة الحركة للفوتون قبل وبعد التصادم تساويهما معا بعد التصادم، أي أن الفوتون يشبه الإلكترون فإن له خواص جسيمية. طيب المقهر الإلكتروني له قدرة عالية على مين؟ التكبير عن الضوء طبعا. ليه؟ لأن الحزمة الإلكترونية المستخدمة في المقهر يمكن المقهر الإلكتروني يمكن تزويتها بطاقة كبيرة فيكون طولها الموجي قصير وأصغر من تفاصيل الفيروس، في حين أن الضوء لا يصلح لذلك. كل ما قل الطول الموجي كل ما زاد القدرة على التكبير والتحليل. الطول الموجي المصاحب للإلكترون أقل بكثير من الطول الموجي بتاع الفوتونات بتاع الضوء، عشان كده قدرة الميكروسكوب الإلكتروني على التكبير والتحليل أكبر منها في الميكروسكوب الضوئي، واللي حسب معادلة دي براولي بزود طاقة الحركة بزود السرعة بقلل الطول الموجي إلى نسبة أقل من طول مين؟ التفاصيل. وبكده أعزائي نكون وصلنا لنهاية هذا الجزء الهام من رحلة الميت سؤال الفيزياء 2013.